تأتي ذكرى المسيرة الخضراء لتنتصب في الذاكرة التاريخية الوطنية كحدث يؤكد للأجيال الجديدة والمتعاقبة ضرورة التأمل والتدبر في معانيها ودلالاتها العميقة واستلهام قيمها وعبرها في تقوية وتدعيم الروح الوطنية. ففي السادس من نوفمبر 1975 انطلقت جماهير المتطوعين من كل فئات وشرائح المجتمع المغربي ومن سائر ربوع الوطن صوب الأقاليم الصحراوية لتحريرها من براثن الاحتلال بأسلوب حضاري سلمي فريد من نوعه. وقد أظهر هذا الأسلوب الحضاري للعالم أجمع صمود المغاربة وإرادتهم الراسخة لاسترجاع حقهم المسلوب وعزمهم على إنهاء الوجود الأجنبي، حيث حققت المسيرة الخضراء أهدافها وحطمت الحدود المصطنعة بين أبناء الوطن الواحد، مستندة إلى كتاب الله والدفاع عن الوطن والتمسك بقيم السلم والسلام في استرداد الحق المسلوب.